واحد كل يوم، او خلينا نتكلم بواقعية، كل سنة في الوقت ده بنقعد نعدد ايه اللي مصر عملته كدولة وكحكومة وكنشر وعي خاص بقضايا العنف ضد المرأة. عايزة اتكلم كده اهمية الحملات اللي بنعملها كإعلام وكدولة في كل وسائل الإعلام، مقروءة مسموعة على الإنترنت، في كل ده ايه اهميتها دكتور أماني؟ طيب انت زي ما قلتي كده بيحتفل العالم في الفترة اللي هي اللي احنا فيها دي من 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر بما يسمى حملة 16 يوم لمواجهة العنف ضد المرأة. كل العالم بيتلون باللون البرتقالي، عشان كده انا جايه لك كتير باللون البرتقالي. ايوه واخده بالي. اورنج ذا وورلد هي بيسموها كده، يعني خلوا العالم ليه؟ ليش معنى الاورنج؟ هو سببين. اول سبب انه ده لون بيثير الانتباه، بيخلي الناس كده كل دول العالم تنتفض ان في حاجه اسمها قضايا العنف ضد المراه، يلا بينا بقى ننهي قضايا العنف ضد المراه. من الناحيه الثانيه هو لون الامل، نفسهم ان هم يوصلوا باي ذا اند اوف 2030 يا رب ان شاء الله باذن الله حسب اهداف التنميه المستدامه ان احنا نقضي على جميع اشكال العنف ضد المراه. زي ما انت قلتي مصر الفتره الاخيره شهدت الحقيقه، انا بسميها وانا بشتغل في قضايا العنف ده بقالي كتير جدا، ماجستير بتاعي 2008، فبقالي كتير جدا بشتغل في قضايا العنف ضد المراه. لا مصر الحقيقه اخر فتره احنا شاهدين انتفاضه ووعي مجتمعي وفرحانين قوي، وهقول لك ليه فرحانين كمان شويه. بس عايزه اقول ليه اشمعنى 25 نوفمبر، عشان كده سالت السؤال ده، واشمعنى 10 ديسمبر؟ أيوه. لان 25 نوفمبر هو اليوم الدولي لقضاء القضاء على العنف ضد المراه. أيوه. واشمعنى 10 ديسمبر؟ لانه يوم حقوق الانسان. هو عايز يقول ايه؟ اشمعنى 10؟ اشمعنى بالظبط؟ انه اي انتهاك لحقوق المراه هو انتهاك لحقوق الانسان. صح. احنا انسان في الاول وفي الاخر. احنا نمثل المراه، بس اي انتهاك لحقوقنا سواء بقى كان زي ما انت قلتي تحرش، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف جنسي، تنمر الكتروني، تنمر في الاماكن العمل، كل ده تحت مظله ما يسمى قضاء على العنف ضد المراه. وعشان كده ده اهميه زي ما انت قلتي كده بريدج، او بنقول ان اي انتهاك لحقوق المراه هو كمان انتهاك لحقوق الانسان. لحقوق الانسان، صحيح. طيب احنا بقى الحقيقه السنه دي بنحتفل بطريقه مختلفه. وزي ما انت قلتي ايه اهميه الاعلام. وانا الدور بتاعي، يعني انا عامله مثلا اكتر من 10 ندوات على اخر 5 سنين على التوعيه بقضايا العنف الاسري. ليه انا بعمل كده؟ وليه حضرتك بتقولي في الاعلام على قضايا العنف؟ لان احنا عايزين نقضي على العنف في مجتمعنا العربي. صح. انا بس عايزه اقول لك كده على احصائيه، الناس متعوده في اي برنامج ليا انا بقول احصائيات. ايوه. طيب في العادي كل واحده من 3 ستات بتتعرض في اي فتره في حياتها لاي نوع من انواع العنف، 1 لكل 3. كل ست بتتعرض يعني لاي نوع. يعني التلت بالظبط، لاي نوع. ممكن يكون عنف لفظي، ممكن يكون معاكسه في الشارع، ممكن يكون تحرش جسدي، ممكن يكون تحرش جنسي، ممكن يكون طبعا عنف زوجي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو الاهانه والضرب. صح. من الزوج او من الاخ او من الاب. طيب تعالي بقى في الجائحه، انت عارفه بيسموا العنف ضد المراه ايه في ايام كورونا؟ الجائحه الخفيه، هي اسمها جائحه كورونا. الجائحه الخفيه ده اللي اطلق عليها الامم المتحده، هي اللي اطلقت اللفظ ده. اشمعنى الجائحه الخفيه؟ لانه تخيلي لما حصل الكورونا وكل العالم حصل له كومبليت لوك داون او بيسموه الاغلاق الكامل او الاغلاق الجزئي، ايه اللي حصل؟ الناس قعدت في البيت، بقى ظروف اقتصاديه وبقى ظروف نفسيه وضغوط نفسيه، فبقت الست تتعرض اكتر لمزيد من العنف. تخيلي ان زادت المكالمات على الخط الساخن 5 أضعاف عن ايام ما قبل كورونا. الامم المتحده بتقول في دراسه بتقول ان في زياده على اضطرابات الخط الساخن 50 او 60% في معظم الدول في اقليم الشرق الاوسط. ده معناه ان كورونا شغاله في حته خلاص، وفي الناحيه الثانيه في البيوت في جائحه خفيه. في كده صمت. ليه؟ لان الست كانت زمان بتتصل بالخط الساخن او تروح ملاجئ الايواء، لما حصل الكورونا وحصل اغلاق كامل او اغلاق جزئي كل ده اتقفل. فبقت الست تعمل ايه؟ تستحمل وتتضرب وتتهان ويتحرش بيها، وحتى مش قادره تبلغ. عشان كده سموها الجائحه الخفيه. وهي في وش المدفع، لان بالزبط. هي محبوسه والزوج محبوس معاها، او يعني اي فرد من افراد الاسره بالظبط. احنا معها. بنسمي دايما في الاسره الست والطفل هم الخط أضعف. الاضعف. وبالتالي هي جوزها قاعد في البيت مفيش شغل، طبعا ظروف اقتصاديه صعبه، بيطلع همه على الست وعلى الطفل. كانت زمان تقول طب قالوا الحقوني انا في الحته الفلانيه بتضرب، او الجيران يبلغوا انها بتضرب من جوزها، او 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 في اماكن العمل. طب دلوقتي لما حصل بقى اللوك داون والاغلاق الجزئي والكل، مين هيلحقها؟ مين هيلحقها؟ وبالتالي الستات ادت الى اكتئاب، قلق، حالات انتحار، تعاطي مخدرات. على فكره مش في مصر ولا الدول العربيه بس، هنتكلم على العالم كله. أيوة. وعشان كده سموها تاني الجائحه الخفيه، لانه ده ادى الى انه بقى عندنا قلق واكتئاب واحباط، وحاجه سموها الاعراض الجسميه النفسيه، اللي هو الست تقول لك انا ظهري بيوجعني، تروحي تعملها اشعاعات قد كده ما تلاقيش حاجه. طب هي ايه؟ هي مضغوطه.
لسه بقول للطلبه بتوعي لما نقول دايما الست يعني مين ام ما بتقولش انا ظهري بيوجعني؟ مين ام؟ تفتكري كل الستات ظهرهم بيوجعهم نتيجه لمرض عضوي؟ لا خالص، ده نتيجه ان هم مضغوطين يا جماعه، مش سعده. النفسي بيقلب عضوي، اسمها اعراض نفسيه جسديه. صح، اللي هو النفس بتعبر عن استيائها وغضبها في صوره اعراض عضويه، التهاب القولون، ناس تشتكي على قدر الصداع، الصداع الدائم، الصداع النصفي، كل الحاجات دي. ده غير بقى اضطرابات الاكل، اضطرابات النوم، الناس اللي بتتخن قوي او بترفع قوي نتيجه ان هم عندهم اضطرابات نفسيه، كل ده، كل الامراض النفسيه. انت لو طلعتي الفتره الاخيره يا دينا الناس بقت بتشتكي كتير قوي من اعراض نفسيه، لو تلاحظي كده يقول لك انا عندي حاله اكتئاب، انا عندي حاله احباط، انا مش عارفه اعمل حاجه في حياتي، كل ده نتيجه ل انا بسميها كده الاثار مترتبه على جائحه كورونا. احنا بنتكلم هقول العالم كله ما قبل كورونا غير العالم ما بعد كورونا. صحيح. احنا صحيح. اعنف بكتير ما بعد كورونا للاسف يعني. فعشان كده بقول انه العالم كله، الامم المتحده كلها قالت اورنج ذا وورلد. وعلى فكره الحمله دي بيبقى ليها تيمه معينه. يعني مثلا في 2015 كانوا بيقولوا ايه؟ من السلام اذا في المنزل الى السلام في البيت. يعني احنا عايزين كل الاماكن سالمه، عايزين مكان تعليم امن للجميع. 2017 قالوا ايه؟ قالوا لن نخلف احد وراء أنا لننهي العنف ضد النساء، ليها تيمة معينة كل سنة كده. طيب السنة اللي فاتت قالوا إيه في جائحة كورونا؟ قال مولوا واجمعوا وامنعوا. مولوا إيه؟ مولوا قضايا العنف ضد المرأة. طيب واجمعوا إيه؟ اجمعوا كل الجهود علشان نجابه العنف ضد المرأة. طيب وامنعوا إيه؟ امنعوا كل مشاكل، كل مظاهر العنف من تحرش وإساءة وتنمر إلكتروني وكل أشكال العنف. السنة دي قالوا إيه بقى؟ اي بقى لننهي العنف ضد النساء الان. عارفه زمان ناو مينز ناو، لننهي دي تيمه 2021، لننهي العنف ضد النساء الان. ده شيء رائع. تعالي بقى دكتور نرجع هنا على يعني على مصر، ودكتور اماني تقولي لي ازاي مصر نفذت الكلام ده بخطواته واخدنا بالنا قوي من التشريعات ومن القوانين الجديده. لا ده بقى في مؤبد اغتصاب وتحرش، وفي سنوات حبس، في يعني في قضايا بدات تتحرك وبدات الجهات التنفيذيه كمان، مش بس القانون. يعني طول عمرنا عندنا الحقيقه قانون مصر مش بخيله في القوانين، لكن ما كانش حد بينفذ. ايوه